السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تعليم القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. نفتح القرآن ونقرأ من القرآن. فتحنا اليوم على صفحة على سورة البقرة. سورة البقرة اللي هي يعني تاني سورة من القرآن الكريم. بدنا نشتغل على آية رقم 30، آية رقم 30 نقراها مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. كمان مرة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. بسم الله نبدأ. الآية هذه يعني صراحة شوي صعب الواحد يفهمها. تعال نشوف إذا احنا بنقدر يعني نفهمها مع بعض. يعني رب العالمين عز وجل الله قال للملائكة، قال للملائكة إنه هو بده يعني الإنسان يعني يورث الأرض، الأرض اللي الله خلقها، يعني بده الإنسان يورثها لأنه الله يورث الأرض لعباده الصالحين. فبده يجعل فيها خليفة، يعني وارث، يعني مالك يعيش فيها اللي هو الإنسان. فالله يخاطب الملائكة، يعني الله كان دائما باستمرار يخاطب الملائكة، ما هم هذول يعني عباده وجنوده. باستمرار كان يأمرهم إيش يسووا ويمنعهم عن عمل شيء، يرسلهم إلى أماكن يعني القيام بأعمال. جنوده يعني عبيد عنده الملائكة عند الله عز وجل، فدائما كان يخاطبهم زي ما الله يعني بيخاطبنا الآن، بيخاطب الإنسان. الله يخاطب الإنسان من خلال القرآن، من خلال الملائكة، عفوا من خلال الرسل. باستمرار الله يخاطب عباده. فما كانش عجب انه الله يقول للملائكة انه هو عايز ارادته انه هو يجعل وريث او ملك او مالك في الارض، يعني بده يورثها لعباد الصالحين. فايش كان رد الملائكة؟ يعني مش من باب العتب، يعني لما الملائكة ردوا على الله ما كانش من باب العتب على الله، المهمة جدا. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، من يفسد فيها ويسفك الدماء. يعني ما كان هذا جوابهم أنه عتب على الله، أنه الله عنده العلم كله، هو يعلم، ولكن هم لا يعلموا. ولكن أراد الله بهذا الجواب تبعهم أنه عرفنا إحنا إيش الملائكة بتفكر، لأنه الملائكة شايفين آدم مخلوق من لحم ومن دم، وعارفين خليقته، لأنهم هم يعني خاصة المقربون منهم يعلمون إنه إيش خلق ابن آدم. خلق إنه خلق طماع، يعني أناني، لك النكود، غير صبور، مصنوع بالدم، يعني عنده الصفات اللي هي غير عن الملائكة. طبعا اللي هي الملائكة يعني مخلوقة فقط لا يعني لتعبد الله. فرد الملائكة على الله بهذا ما كانش من باب العتب، ولكن الله يريد أن يعرفنا إحنا إيش الملائكة بتفكر. فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم الله اللي هو لا يعلمه إنه الله يعلم مسبقا إنه آدم راح يعصي الله، وفعلا آدم عصى الله
لأنه هو مخلوق عاصي، بني آدم مخلوق عاصي، بني آدم مخلوق عدو الله، بني آدم مخلوق طماع، نكود، نكدي، حقود، حسود، كل الصفات هذه اللي هي موجودة في آدم. فما كان عتب الملائكة على الله إنه يعني كيف يا الله أنت يعني تعمل هاي العملة، يعني إنه تعمل هيك. لا، هو ليس عتب، ولكن الله يريد أن يعني يعلمنا إحنا من خلال مخاطبته لنا من القرآن إنه هيك الملائكة بتفكر، لأنه الملائكة لا تعلم ما كان يعلم الله، وكان الله يعلم إنه آدم راح يعصي الله. لذلك قال للملائكة سأجعل في الأرض خليفة، لأنه يعلم إنه آدم راح يعصي بالجنة وراح ينزل تحت على الأرض. والله طبعا أرسلنا كلنا على الأرض. إلى اللقاء في حلقة قادمة وفي آية أخرى. السلام عليكم.